مرحبا، هاي يا حلوين. هذا الفيديو ليس فيديو ASMR. أنا حابة اليوم أتكلم معكم عن المشاكل اللي بتحصل لمعظم القنوات لما بيعملوا ASMR. إحنا واخدين بالنا إن المجتمع العربي ككل لسه ما عندوش فكرة ما هو الـ ASMR، وأعتقد معظمكم بتفهمونا غلط في أغلب الوقت. الهدف اللي احنا بنحاول نوصله من فيديوهاتنا هو إن حاجة تساعدك على النوم، على الاسترخاء، على حتى اللي تبقى قلقان، تبقى متوتر، يبقى عندك مشكلة أو مش عارفة تنامي أو أي حاجة من هذا القبيل. فيديوهات الـ ASMR المفروض انها بتوصل لك نوع من انواع الهدوء والاسترخاء، وممكن كمان تساعد على النوم. في ناس كتير بتحس بالموضوع ده، يعني مش احنا بس، حوالين العالم موضوع الاي اس ام ار اشتهر وانتشر جدا، وفي ناس كتير جدا بتقول انها يعني بتساعده على حاجات كتيرة. عامة بالنسبة للمجتمع العربي، معظم يعني تقريبا كلنا اللي احنا بنعمل الفيديوهات دي اكيد احنا كنا حاسين بالموضوع ده، واغلب اللي احنا بنتفرج عليه عامة كان بيبقى قنوات اجنبية، بس احنا حبينا ان احنا ندخل الموضوع ده في العالم العربي عشان هو فعلا مفيد وعمل فرق في حياة كل واحد مننا. المشكلة ان ساعات الناس ما بتفهمش ايه هو الموضوع وبتاخده بطريقة غلط. انا يعني الموضوع بيبقى مؤلم، وانا شفت كذا قناة قبل كده اتأذت من الموضوع وخدت ردود فعل سلبية للغاية لحاجة الواحد بيحاول يعملها بطريقة كويسة، والمفروض ان الموضوع مفيد. يعني احنا برضو في الاخر احنا بنعمل كل ده بنوايا حسنة. المهم، الموضوع الاساسي في الفيديو النهاردة ان عزيزتي منى، ازيك يا منى، عاملة ايه؟ بقالها فترة وهي تحت هجوم شديد، وفي ناس كتيرة يعني بت مسلطين الضوء عليها وبيتعاملوا معاها بطريقة غير لائقة الصراحة، وسواء بقى من التعليقات الوحشة أو الناس اللي بيدخلوا لها على الخاص ويكلموها بطريقة غير مناسبة تماما. والموضوع يضايق ويزعل، ويعني أنا أتمنى أن انتوا تفهموا موضوع الـ ASMR وتقدروه بطريقة أحسن من كده، عشان إحنا بنبذل مجهود وفي أغلب الوقت ما بنلاقيش أي مقابل. ف يعني لو حضرتك مش عاجبك الموضوع فممكن ما تتفرجش عليه، أما لو أنت تعتقد إن في غرض آخر لهذا الفيديوهات أو هذه القنوات فأنتوا فاهمين غلط، وبليز مش ما تعملوش ده. في قنوات تانية كتير بتعمل الموضوع ده، وفي يعني مواقع وفي كل حاجة موجودة. ده مخصص للنوم، الـ ASMR is للنوم وللاسترخاء. وأنا حابة إن أنا أعتذر لمنى بالنيابة عن جميع الناس الوحشة اللي بتقول كلام وحش وبتضايقك وانتي بتعملي مجهود جميل جداً. أعتقد كل الناس شايفة الشغل اللي انت بتعمليه وقد ايه هو جميل. احنا كلنا حابين فيديوهاتك. المتابعين الكويسين اللي بيقدروا معانا الـ ASMR وراكي، وأعتقد كلنا زعلنا لما عرفنا ان انت حابة ان انت تسيبي الموضوع. و يعني انا من مكاني هذا اطلب منك بليز يا منى، يعني راجعي قرارك. احنا كلنا بنحبك واحنا كلنا وراكي، ومفيش حاجة غلط خالص انتي بتعمليها، بالعكس انتي بتقدمي محتوى جميل جدا وكلنا بنحبه وبنقدره. انا هعمل لينك لقناة منى تحت عشان تشوفوا انا بتكلم على ايه، واتمنى منكم كلكم ان انتوا تدخلوا تكتبوا لها تعليقات وتبعتوا لها مسجز تقولوا لها قد ايه شغلها حلو، قد ايه احنا كلنا مقدرين اللي هي بتعمله، وان احنا يعني مش عايزينها تمشي وتسيبنا خالص. بليز يا منى خليكي معانا، انتي اضافة جميلة ورائعة للASMR، و اتمنى ان رحلتك معانا ما تنتهيش دلوقتي وانها تبقى احسن واحسن بعد كده. يلا بقى، انا مستنية بقى كمان حبة حلوين كده تغيري رأيك،
ونلاقي لك فيديوهات جديدة على القناة بتاعتك وتبسطينا زي دايما. ربنا يخليك يا منى.